الاحمر ان لازم نديها حقها، وهي عبد الله عبد السلام اسطوره كره الطايره في النادي الاهلي. كل سنه وانت طيب، مواليد 10 اكتوبر شهر العظماء 1983، محقق 46 بطوله بما بين محليه ومع النادي ومع المنتخب، والاهم كمان في الدوري اللي محقق بطوله الدوري الايطالي وكاس ايطاليا، وده من دوريات فارس في كره الطائره القويه جدا، ويمكن اقوى دوري محقق في اي دوله في العالم هو الدوري الايطالي. عبد الله عبد السلام محقق 46 بطوله لا يفوقه في عدد البطولات سوى احمد صلاح، طبعا متخطى انديه. احمد صلاح برضو اسطوره النادي الاهلي في الكره النادي الطائره، الاهلي بيسلم لاعب في النادي الاهلي. كمان قلنا عن تناول بعض الارقام الفرديه كافضل ارسال في بطوله العالم تحت 19 سنه، وافضل ارسال في بطوله كاس العالم للكره الطائره 2005، حتى لحد 2017 افضل لاعب في دوري ابطال افريقيا 2017. ارقام رائعه جدا للاعب عظيم. وعايزين نقول حاجه، ان بنشكر صفحه العاب الصالات، لان فعلا عرفت ناس كتيره جدا بنجوم عظماء كنا بنقع تحت سطوة المبالغة من أندية منافسة لنجوم في ألعاب الصالات. شفنا دلوقتي النادي الأهلي فيه لاعبين نقدر نفخر بيهم بشكل كبير يا أحمد، وأرقام قياسية بمعنى كلمة قياسية بالتأكيد. وده رسالة لجماهير النادي الأهلي، عندنا أساطير في كل الألعاب، من حق الأساطير دي تاخد حقها بشكل جماهيري كبير جدا، وأعتقد كابتن عبد الله عبد السلام والكابتن أحمد صلاح يستحقوا ذلك. كل سنة وانت طيب يا كابتن عبد الله، ودايما في مزيد من التألق ومزيد من البطولات ان شاء الله. نيجي لنقطة اخرى كانت مهمة جدا.